ندد مجلس الأمة اليوم بجريمة اغتيال قوات الاحتلال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عقلة وإصابة إعلامي آخر بجراح بليغة، والتي تعد أحدث جريمة من سلسلة جرائم الاحتلال الصهيوني. ودعا مجلس الأمة في بيان إلى إطلاق ومتابعة جهود ملاحقة قادة الكيان المحتل حول العالم جنائيا، سواء أمام القضاءات الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها، تجاه جرائمهم ضد الإنسانية والطفولة والإعلاميين، إلى جانب جريمة الاحتلال المستمرة والقائمة. ويحيي مجلس الأمة موقف حكومة دولة الكويت المتقدم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، داعيا البرلمانات العربية والمسلمة والحرة حول العالم إلى الضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف مماثلة، علاوة على موقف دولي لمناهضة الاحتلال ودعم النضال الفلسطيني المشروع.